مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج بيروت اليوم، وضيفي عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب الدكتور وليد الخوري، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. الحوار المسيحي المسيحي بعد اسابيع على بدايته، هل فشل بتحقيق توافق حول الملف الرئاسي؟ مجلس الوزراء المتغيب منذ أسبوعين وأكثر، هل ينجح بالتوصل إلى آلية جديدة لمواجهة الملفات الملحة؟ دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا. اليوم استعيد مجلس الوزراء، نحكى عن قاعدة أنه إعادة الآلية القديمة مقابل تعهدات معينة. هل تكتل التغيير والإصلاح من الذين أطلقوا هذه التعهدات؟ لا، مش موقفة على تكتل التغيير والإصلاح، بس تكتل التغيير كان مساهم إذا بدك بتسهيل أمور الـ حركة مجلس الوزراء، لأنه بالفعل ما بقى فينا نكون عنا ترف سياسي يعني أنه نوقف مجلس الوزراء اللي هو هلأ قائم بمقام رئيس جمهورية. وبالنسبة لنا حجم البلد مش بس وحدنا، يعني كل الكتل السياسية بتصور عارفة الوضع الخطير اللي موجود فيه لبنان هلأ، طبعا بدأ رئيس والوضع الإقليمي، ما فينا نوقف مجلس وزراء مشان يعني حكم البلد. فينا نوقف رئيس الجمهورية هلأ؟ ما فينا نقول هالكلام، بس يعني في عراقيل كتير كبيرة مشان قصة رئيس الجمهورية، وصل لها كذا شهر مثل ما بتعرف. بس هلأ القائم بأعمال إذا بدك رئيس الجمهورية هو مجلس وزراء مجتمعا، وما فينا نسمح لحالنا حدا من أي فريق سياسي أنه يعطل هالموضوع. هلأ جربوا يعملوا إذا بدك تعطيلات للوي زراع إذا بدك بعد الأفريقا، بس بالآخر بقت بالفشل يعني بتصور. وصار اتفاق هلأ ضمني من كل الفرق السياسية أنه يرجعوا يمشوا على المسار القويم، ونحن كنا مساهمين اذا بدك، نحن قابلين بكل شيء يعني. بس كان عندكم وزراء عم بتعمل خلافات وتاجل بنود جدول؟ ابدا 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 جدا ابدا، يعني كان كل ما في، بالعكس العكس كان عم بصير، العكس كان عم بصير، لانه صار في تمادي اذا بدك ببعض من بعض الوزراء باعتراضاتهم يلي هن بتشل امور معينه، صاروا بالاخر وزرائنا اذا هيك بتمشي الامور نمشي فيها يعني. هاي بالاخر، بس بالاول ابدا، بالعكس كنا مساهمين كثير بتحليل بتسليل عقبات حتى ضد مصالحنا اذا بدك السياسيه. هلا كان اللافت اليوم بالمانشيت صحيفه المستقبل انه من حيث الشكل دولة الرئيس قال ما بقى رح ينطر اكثر من 10 دقائق ليقعد الجلسه، حطوا شويه اطار اذا بدك انه لاداره ممنوع الاكل بمجلس الوزراء. يعني قضايا انه لا، لانه في بالفعل وين صرنا بالسياسه؟ لا رح انه بتعمل مجلس وزراء ممنوع تطلعوا تشربوا قهوه. هلا ما بعرف هيك اذا مزبوط هيك يعني، صفحه اولى بصحيفه لبنانيه ما بتصور يعني رح تكون هالقد القضيه. دكتور طلع ما رح يتاخر، ما رح ينطر اكثر من 10 دقائق. شفتها فضيحه. شفتها ممنوع تاكلوا، ممنوع تشربوا قهوة، لأنه كمان في يعني وقت ماراثوني عم بصير بجلسات المجلس الوزراء، وهذا مش طبيعي يعني إنه هودي مسلين الشعب اللبناني. ما بدك تعمل غدا وعصرونية يعني هالأمور هيدي جربوا يخففوها، ويعني بس ياخذ مجلس الوزراء مثلا 6-7-8 ساعات، نعرف كلنا انه بس واحد يجتمع اكثر من ساعتين ببطل عقله يكون يفرز منتج. يعني منتج بقى بالمبدا نحن مع القصه، بالعكس لازم يكون في انتاجيه بالمجلس الوزراء، ولازم يكون في تضامن. عم يجربوا قد ما فيهم هلا يكون في توافق، بس بعدم التوافق، لانه بضل في ناس تقول لا لشيء. مثل ما فهمت انا انه اتفقوا انه اذا كلتين كبار مثلا ما وافقوا على موضوع يعني هذا يعتبر انه غير توافق. هل ممكن يكون اللقاء التشاوري نجح في الدفع بهذا الاتجاه؟ اللقاء التشاوري بتصور محصور بوقت معين مثل ما صار قبل، بس هلا رجعت الامور مشيت باطار معين. الاطار التشاوري مؤلف من احزاب بالمبدا ومن 3 وزراء لرئيس جمهورية السابق حزب هلا بدك تشوف يعني كيف الاحزاب بدها تتعاطى، وكيف بالاخر الوزراء المستقلين كمان بتعاطوا، لانه في كمان وزراء مستقلين مثل الوزير فرعون ووزير بطرس حرب يعني، بس موجودين ببوتقه اذا بدك اللي هي اسمها 14 اذار كبيره.
برايك 14 اذار انقسمت يعني؟ مش انقسمت بس كان في صراحة هذه لازم يسألوا لهم يعني ما بعرف ما فيني جاوب. رأيك الخاص؟ رأيي الخاص انه مش ممكن يعني يتخلوا عن 14 أدار ان كان الوزير حرب او الوزير طبيعيا يعني. هلا الوزير فرعون تاني وحدة ما حضرها. ما حضرها لأنه كان برا واعتذر بس بتصور ما رح يصير في ثالث ورابع وحدة وخامس وحدة يعني. برأيي الشخصي. انتهى. مش انتهى بس انه عملوا شيء قدروا يثبتوا حالهم انتبهوا نحن هون. بس اكثر من هيك بدك تشوف بعدين كيف بدك. برجع بقول لك ما عندنا الطرف السياسي انه حدا يعطل الحكومه مش وارده مش وارده. ومن هيك اجتمعت اليوم بتصور ومشي الحال يعني وماشيين على خط سليم لانتخابات رئاسه لانه احنا ناطرين انتخابات الرئاسه. ما برايك رح يقدر التكتل المنسجم مع هذا اللقاء التشاوري يعمل شيء وسطي جوات الحكومه؟ لا جوات الحياه السياسيه. بدك اقول لك شغله جوات الحكومه حتى من عده اطراف ما تفكرها قصه 14 او 8 او تكتل تغيير اصلاح يعني ما بتصور هيك بتصير. في اوقات كثير وزراء بيكون عندهم اراء خاصه وشفناها بعده كتل سياسيه معينه يعني بس محدوده شوي محدوده بس والهامش محدود لانه حسب شو مطروح على بساط البحث يعني. بس في اوقات بتشوف وزراء مشاكسين حتى جوات اتفاق كتلهم ملفت بس توصل للمصلحة الشخصية بركي. ما بعرف هيك في ضمير حي كمان الرئيس سليمان بعد خروجه من الحكم عم بيحاول يعمل حركة ما جو ما بتحديدا ببلاد جبال. هل لا ببلاد جبال ما عم شوف هالشيء ما عم تشوف صراحة لا ببلاد جبال ما عم شوف يعني بس انه طبعا له وقعه له وضعه السياسي ما برأيك رح يقدر يعمل شيء بجبال؟ ممكن ومش يعني مش شيء مستغرب يعني ابدا مش شيء مستغرب. بيكون وسطي ولا برايك يعني هو عم بيطرح حاله وسطي هلا بس يعني حسب التكتل اللي صار بالوزاره معروف انه خارج اصطفافات اذا بدك بس في حزب الكتائب بالاخر وفي يعني جهات من 14 اذار ولا القصة هيدي بالحكومة بتصور لتسيير عمل الحكومة أكثر ما هو للقول إنه نحن هنا بالحكومة. جرب يعمل هاللعب يعني هالشغلة رئيس سليمان هو رئيس أمين جميل ما كان وحده يعني. هلا هيدي الأمور بدها تكفي لوضع سياسي معين شعبي يعني أو شو يعني على صعيد الوطن هيدا بحث ثاني. دكتور عندك انطباع إنه نحن أقرب أم أبعد إلى الانتخابات الرئاسية؟ لا احساس يعني ما بقول لك ما حدا عنده يعني بيقول لك ضرب بالرمل بيكون هذا بس احساسي انا انه قبل حزيران ممكن يصير شيء يعني شو بيني خي عده امور لانه كلنا صرنا تحاليل كلها سوا عم ترجع بتصب بنفس المحل يعني في ناس رجعنا على قصه ايران امريكا رجعنا على قصه بيقولوا ما بقى في رئيس نتنياهو بده اذا مين بده يكون رئيس وزراء اسرائيل لا مش وارد ما يكون في رئيس. برايي الشخصي لبنان ما ممكن من بعد كل الشيء عم يصير بالمحيط وممكن تتراجعوا عن العماد عون والفاتيكان. نعم ممكن تترشحوا تتراجعوا عن تأييد العماد مش العون يعني هاي صارت قديمة السؤال لا والسؤال منه لا لا فهمت بس منه يعني حضرتك بتقول لا مستجد يعني طالما عم لك مش عم بشكك بالسؤال بس عم بقول منه مستجد السؤال يعني بالنسبة لأنه معروف يعني مش مغير طبعا انتو مش راح تغيروا طالما الفريق الآخر مش قبلان بالعماد عون يعني ما في انتخابات رئاسية. نحن بنعتبر حالنا توافقيين مع كل الاعتبارات الاخرى بنعتبر حالنا انه هلا هو رجل المرحله هذا بنعتبره يعني نحن بنعتبره طيب. طالما الاخرين ما عم بيشوفوا الاخرين ما فيهم ما يشوفوا انه التمثيل بالفعل الشعبي الكبير يلي ممكن يوصل هالبلد لبر الامان هو شخص اسمه العماد عون. العماد عون اللي عم بيفتح ايديه للكل طيب. هني ما انه شايفينها لحديث عظيم يعني ما في انتخابات لا هلا لا بكل صراحه هلا لا مثلا امبارح الوزير السابق وقام وهاب بيقول قد يكون سليمان اخر رئيس مسيحي. ما بشاطر الرأي صراحة كمان هذا رأي شخصي يعني منه بس أنا بعتبر أنه أكبر منا كلنا القصة برئاسة الجمهورية بلبنان هي صارت تمثل الرئاسة المسيحية إذا بدك الوحيدة بكل الشرق العربي وبنعرف كل المشاكل اللي عم تصير وكل يوم نسمع مجازر عم تصير من المسيحيين. هذا شيء ما بعتقد النظام المنظومة العالمية بتقبل أنه ما يكون في رئيس مسيحي بلبنان وعلى كل حتى الأفرقاء الآخرين يعني المسلمين
امبارح سمعنا الرئيس يعني الوزير وهاب هو ذاته كمان حكي انه نحن كدروز بدنا يكون في رئيس مسيحي، فاذا في مطالبه حتى شعبيه صارت وهذا شيء حلو يعني من المسلمين قاطبة سنة وشيعة لمركز رئاسة الجمهورية المسيحي. طيب هيدي شغلة أساسية، بس أنا بقول أكثر كمان إنه بالفعل في صار في وعي أوروبي فاتيكاني أكيد يعني وأمريكي إنه لا رئيس الجمهورية أساسية، ونحن عم نشوف هالشيء مع كل النواب اللي عم بيجوا بيزورونا وبيعرفوا يعني الأوروبيين والفرنسيين اللي عم بيحسوا بالفعل انه هذا بلد مميز والاكيليبر يعني التوازن الموجود فيه غير موجود، من هيك على رأسه لازم يكون هلا اكثر من قبل رئيس مسيحي. حسيتوا عندهم انه تنعوا وجهة نظركم كتيار كتكتل مسيحي تقاطعون الانتخابات الى ان يقبل الآخر بمرشحكم؟ لا ليك اللي بالمفهوم الديمقراطي اسمح لي اللي بيشوفها ديمقراطية من فوق بيقول أكيد لا مش مزبوط واحد يقاطع، بس نرجع نسرد المواضيع اللي صارت من قبل الطائف لهلأ والطائف وكل هالشيء اللي صار وكل عدم تطبيق الطائف لهالفترة الكبيرة والتمثيل المسيحي اللي هو معروف انه مش بس نحن عم نقوله حتى القوة اللبنانية عم بيقولوه ونحن متفقين عليهم معهم بهالقصة بيتغير رأيهم بتغير رأيه نهائيا. نحن بصيروا معنا نتقاطعوا؟ لا بس بصير معنا انه ما عندنا غير خيار، ما فينا نطالب تنوصل مزبوط على الحكم لبنان ب 50-50 50% مسيحيين و 50% الا ما نكون عندنا ضمانات معينه، واحدى الضمانات الاساسيه هي تغيير القانون الانتخابي. يعني هذا ما حدا يحلم بالشعب المسيحي اذا بدك يلي بده يتمثل بالحكم انه يقدر يوصل بدون ما يكون فيه وصل قراراته وشعبه شو بده بدون ما يكون فيه قانون انتخابي صحيح. ليش ما بتقايدوا القوانين؟ هالقوانين كلها اللي مرقت قبل كل اللي قوانين تعرف تماما انه ما كان فيها توازن اطلاقا، كنا نحن ممثلين يمكن 30% او 40% من الشعب المسيحي وهذا شيء غلط مسيحي. طيب كيف نحن بدنا قد ما فينا نوصل لحديث 100% من الشعب المسيحي وخلي ممثلين الشعب المسيحي هن يقرروا ساعتها شو بصير، وهذا نحن كلنا نرفع. ليه ما بتقايدوا مثلا الانتخابات الرئاسيه بقانون انتخاب؟ مين قال لك انه هذا ما انطرحت؟ هي بالاساس وقعد فكر انه برجع بقول لك الجنرال عون ما تفكر انه هو يعني طامح بالسياسه وبده يعمل كيف ما كان بده يعمل رئيس جمهوريه، والا لو المقايضه كان بدها تصير كان صارت من زمان دكتور بال 89 هلا بده يعمل رئيس جمهوريه. بس حضرتك انت باحث يعني بعرفك كاتب سياسي من عيار الكبير خاصه بالامور التاريخيه، يعني بتصور كمان اذا فيك تعرف يعني في المعلومه هو قال لي اياها يعني انه عرضت عليه بشكل كتير واضح من السوريين رئاسة الجمهورية ورفضها بوقت 89 قبل 89. بقى الأمور مش قصة إنه رئيس الجمهورية لو بده يبيع البلد كان بيعه من زمان وكان قبض حقه. يعني هلأ هو غير بغير منحة، هو بمنحة بالفعل حط التمثيل المسيحي على الخط. من هيك احنا كان قلنا يا أخي عظيم بما إنه هالأمور عم بتصير هيك طرح موضوع جمعيت عون القانون الانتخاب يلي حكيناه على اساس الارثوذكسي، بس نحن مش هذا اللي بدنا اياه، كان بدنا بالاساس كان بدنا النسبه وعلى كل لبنان. وتاني شيء طرح العماد عون طرح قصه الانتخابات من الشعب كمان، هيدي ليش عم ترفض انتخابات من الشعب؟ بينتخبوا اثنين مسيحيين كل الشعب، المسيحيين بينتخبوا اثنين الاقوى ومن هالاثنين الاقوى كل الشعب بينتخب واحد منهم. يعني الناس بتطلع لها مرتين تصوت، ناس بتطلع لها مرة. وزا وزا نحن بلد يا سيدي، نحن بلد ما في عدالة، نضحك على بعضنا سيد أنطوان ما في عدالة. هلا أنت بتعتبر إنه في عدالة كمان يطلع نايب بس بأصوات مثلا مسلمين؟ مش معقول، هيدا ما في عدالة فيها. كيف بيمثل مسيحيين بأصوات مسلمين؟ أنت عم تطالب إنك تغير هذا الوضع، بتروح على تعمل إجحاف للآخرين؟ نحن ما بدنا نعمل إجحاف لحدا، نحن عم نقول باتفاق مثل ما بريمير يا خيي بريمير اثنين اللي هن اكثر ناس بيمثلوا بالمسيحيه، مش هذا مركز مسيحي؟ اذا كان مركز مسيحي على القليل ينقوا اثنين مسيحيا مقبولين، بعدين بتكبرها وبصفي كل الشعب اللبناني بينقي لك واحد يمكن ما يكون عماد عون. يعني ما يعني طرح الموضوع لتيصير في تعديل دستوري بهالموضوع، ما طبعا رفض. يعني انت برايك انه من هيك العاده انه يجي واحد يعدل قانون؟ لا نحن عم نشتغل ديمقراطيا، قلنا حق نقترح تعديل
دستوري بس قبل الانتخابات. لا رح اقول لك لانه هلا مع مسكر الانتخابات مش مزبوط، مش اتفقت انا وياك انه في ما في في استحاله. هلا تنطلع من هالاستحاله عم نجرب نعمل حلول. ايه بتجي بتقول لهم انه انتم هلا ما بدكم تنتخبوني بهالطريقه، حلول ديمقراطيه. انتبه هي هي دكتور. ايه؟ انتم هلا ما عم ما بدي احضر المجلس لانه ما بتنتخبوني. ايه؟ لا مش لانه تعديل دستوري، لانه انتم ما بتمشوا مع الاقوى. نعم يعني لانه نحن كفانا. نعم انه نجيب رئيس جمهوريه لا يمثل. نعم يعني ما جربنا، لو ما جربنا بنقول يمكن انه اوكي واحد توافق بنجيبه بنحطه وبيشتغل مع الكل وبيقدر يحسن اذا بدك التمثيل المسيحي. لو هذا الشيء صار بدنا اكيد ما حكينا. نعم ما كان ترشح اساسا. كمان هيدي صعبه، بس السؤال يعني انه ما بتنتخبوني بهالطريقه، عدلوا لي الدستور. ابدا ما حدا بيعدل لحدا. نحن اول شيء المجلس سيد نفسه، اي نائب له حق يعدل دستور، يطلب تعديل دستور. هلا اذا بيلحقوا الثلثين بيتعدل الدستور. يعني هيدي ديمقراطيه، عملنا كل شيء بالاسس الديمقراطيه. مين ايدكم بهذا الطرح؟ لم يبحث بعد بالمجلس النيابي. ليه؟ قدم الطرح ما بعرف، لم يبحث دغري بلشوا يقوصوا عليه محل ما كان. حلفائكم وافقوا عليه؟ ما بعرف، لم يبحث. بتطرح مشروع اقتراح كان نحن علينا نبحث. ما هي لو بيوصل على الهيئة العامة ساعتها بنعرف كل واحد شو بده يعمل. بس هيدا بس يكون انت عندك هدف ما بتعمل له لوبيين. بلا كيف لك، مين قال لك مش عم يعمل لوبيين؟ لازم نحكي فيها بقاعة المجلس. بحي الله قانون، ما بتقدر تحكي عن شو نوايا الاشخاص لهيدا، لانه بالاخر الكتل السياسيه بتقرر ساعتها. انا بقول لك في كتير امور بتتقرر قبل بليله او بالسهره، بيقرروا انه شو بدهم يعملوا. ما هيدا الكتل النيابيه كل وحده عندها مصالحها وعندها امورها. نحن جربنا كتير وجربنا باشياء كتير يعني قبل نعمل لوبينجات، وفي اشياء نجحنا فيها اشياء خسرنا. بس بالتعديل الدستوري هذا قرار وطني، وهذا نحن علينا انه نجربه. جربناه بعد لهلا ما اجى على الهيئه العامه يعني هاد تفصيلا. في موضوع القانون الانتخاب اللي كمان رح نفوت فيه بالقسم الثاني من الحلقه، عندما رح نحكي عن الحوار بين الجنرال عون ودكتور جعجع. حاضر. قانون الانتخاب مصرين انتم على الارثوذكسيه بعدكم؟ لا نحن بدنا حيلا قانون انتخابي بيامن التمثيل المسيحي الصحيح. طرحتوا طرح اخر؟ نحن كنا طرحين من اساسا، طرحين انه يعني القانون النسبي هلا كانوا يقولوا انه نحن طرحين اساسا كنا النسبي على كل لبنان، قالوا بعدين انه لا بركي كذا، صفت انه النسبي يمكن على 15 محافظه وبنقبل فيه يعني ما في مشكله. النسبية أساسية يعني بتصور مهمة النسبية، لأنه بتجيب اللي أنت واللي ضدك كمان بنفس ال عم تحكي 15 دايرة انتخابية. أنتوا مش مع المختلط يعني نص وأكثرين نص ونسبي. لا نحن كنا طرحين هذا الموضوع من قبل. هلا المختلط درس وشافوا أنه مش مثل ما بيعطي الأساسي يعني النسبي. النسبي مهم صدقني، مهم يعني بيقدر يعطي. هلا مثلا بالتيار الوطني عم بيعملوا انتخابات، بدهم يعملوا انتخابات بأيار أجلوها. يمكن أجلوها شهر بأيار. ما رح أجلوها بعد؟ ما بعرف، إنه أنا مش بالتيار، بس إنه ماني يعني ماني داخل بتفاصيل اللوجستيك يعني، بس بعتقد أجلوها. بس لا شغلة جدية جدا وبكل الأقضية، وقصة عم بيصير فيه حملات انتخابية يعني ما تستهينا. من هيك عم بقولك إنه طرحين النسبة. شو يعني؟ يعني الناس الأخصام يلي نازلين ضد بعضهم كيف ما كان بهيئة القضاء مثلا رح يكون في قسم هيك وقسم هيك، والقسم اللي ربحان رح يكون عنده شيء 60% أو 50% أرجحية. يعني مش غلط يعني، هيك كل الناس تشترك بالقرار. يعني أنا بشوفها كتير منيحة بلبنان، يعني عم تنقلنا درجة متقدمة خاصة بالموضوع الطائفي. يعني كمان فتوا فيه مع الأطراف التانيين يعني بتصور في كتير عالم في كتير احزاب وموافقين على الموضوع. هلا في ناس بيقولوا لك بدهم لبنان وحده كامله، وناس بيقولوا لا خلينا نصغر الدوائر. انا مع تكبير الدوائر، تكون عندك مشروع سياسي لازم يكون عندك كمان قاعده شعبيه كبيره يعني تاثر معك. مش مع لبنان دائره واحده مثل ما طرحها الجنرال مره مش غلط، لانه بتعطيك خطين، خط سياسي بتعرف حالك انت فايت بهالمجموعه الكبيره وعندك خطك السياسي، وخط الثاني كمان مراد. وبالاخر ما حدا رح يربح ويلغي الثاني، رح يكونوا اثنين سوا بفرد محل يعني يمثلوا الشعب اللبناني ويقدروا يعملوا اشياء حلوه الديمقراطيه.
يكون في عندك رأي مخالف، مش أنت تمحي الكل. بس إنه فيك تختار ناس ما بتعرفهم 128. ما هذه ما هي ليش بفرنسا بيعرفوا كل واحد كل شخص، ما بينزل اللوائح كمان كبيرة وما حدا بيعرف التاني بكل بساطة. الأحزاب هي بتنقي لك بتنقي مين، وأنت بتشتغل مع الحزب بتعرف حالك إنك فايت على مشروع، وهذا المشروع بده يطبق مش إنه بيبقى بالورق. هون في أحزاب بلبنان؟ لا بس على القليل نبلش بشيء، لأنه مثل ما لنا هلا كمان مش مزبوطة، يعني صراحة مش مزبوطة، في اشياء كتير الغائية يعني، بس واحد ينجح بيلغي الثاني مش موجود يعني، مع انه بيكون اخد 20,000 صوت 30,000 صوت يعني. طب في كتير مشاريع تانية مثل اللامركزية، مثل ليش ما بنشوفها بجدول اعمالكم؟ يعني مشروع قانون اي امر، كل هالمشاريع هيدي نحن اساسا مقدمين كتير مشاريع، بعد ما عم نعمل امبارح كنا جردي بالمشاريع اللي مقدمينها ومش عم تتحرك بالمجلس النيابي. انت بتعرف انه عندنا مشاكل كتير كبير يعني بالهيئه العامه، هلا ما فيش رئيس جمهوريه، يعني في كتير امور غير انه هالفتره هيدي، الفترات السابقه كمان ما كان في وزاره على سنتين، يعني صار في كتير تعرقل. نحن مقدمين كتير مشاريع، عملنا جلسه في 15 مشروع ومشاريع اساسيه، يعني الشيخوخه مثلا، يعني في كتير أنظمة ما عم تتحرك لأنه في بطء بالتشريع، نحن عم نعاني منها. يعني خلينا نفوت بموضوع حوار الدكتور جعجع والجنرال ميشيل عون. في اليوم أجواء سلبية، مثلا زميلنا أسعد بشارة بالجمهورية بيقول حوار عون جعجع بدأ بالرئاسة وينتهي بها، وانطباعه العام انه مش رايحة لمحل تاني. زميلتنا ايضا دونيز عطلة كمان كانت بهذا الاطار بالسفير، شو معطيك؟ صراحة ما فيني جاوب عن الموضوع لانه بالفعل احنا ما بنعرف، يعني انا تكون صريح ما بعرف شو عم بيصير جوا، بس اللي بعرفه انا انه ما في شيء بعد انقطع. لم يعني جنرال امبارح كنا بالتكتل وابدا سئل الجنرال الموضوع وقال انه لا ماشي الامور. فاذا بالمبدا انا ما بعرف تفاصيله، الاجواء اللي عم بتصير عم تحكي عنها بالصحافه اجواء صحفيه، وحتى نحن سالنا يعني انه في اجواء صحفيه عم تقول انه في بعد وقت وكذا، يعني جنرال ما حب يحكي اطلاقا وما قال شيء. بقى في امور ما بنعرفها، بس اللي بعرفه أنا ومبارح الدكتور جعجع بعد أدقى الكلمة كمان أنه لا مكفية الأمور، ما هيك ما هيك سمعت يعني. بالمبدأ المطروح واضح أنه يصير في قاسم مشترك بين هالمكونين يلي موجودين بالشارع المسيحي، مش مزبوط، كلنا بدنا إياها، 90% من الشعب اللبناني بده هيك، حتى استطلاعات الرأي يعني. طيب انه هيدي يعني فاذا شغله اساسيه، ومثل ما بعرف انا من الزميل ابراهيم كنعان واكيد المقابل عنده استاذ محمد ملحم رياشي، في جديه كان بالتعاطي يعني وكانوا عم يشتغلوا مزبوط. لوين رح توصل هالموضوع؟ هون كمان قضايا بالسياسه بدنا نشوف. يعني بيقول بدا عون يشعر بان جعجع لن يغير في قراره، وبدا يستعد لاعلان الفشل في الحوار، في حين أن جعجع يتمسك بهذا الحوار إلى النهاية من دون أن يغفل أن وليمة عونية دعائية قد أعدت سلفا. ما بعرف شو عم بيقصد، بس أنا بعرف شغلة أنه مبارحة بالفعل صدقا الجنرال كان متفائل، يعني حسيته عليه متفائل بالعكس أنه ماشي بالحوار ويعني ومهتم فيه، مش أنه بس ماشي فيه، وقال لك ان عطاء شاير، يعني نحن ما حسينا الاشاير اطلاقا، حتى من نائب كنعان كان متفائل على شوي. هلا اذا عم تخبرني شيء ثاني ما بعرف، اكيد استاذ اسعد بيعرف اكثر يمكن من الجهه المقابله. كمان في كثير قالوا انه اللي بيعرفهم بيعرف انه مش ممكن يتفقوا على المساله. هلا هن مش ممكن يتفقوا على شيء كثير، بس على القليله اجتمعوا عده جلسات، وبالعكس انا كنت بين شي جمعتين تقريبا وبعرف انه في امور عم تتقدم بشكل جدي جدا. هلا شو صار من وقتها لهلا؟ هل يا ترى بدهم بعد اكثر بحث؟ الاتفاق الايراني الامريكاني كان رح يخلص باكتوبر، رجعوا اجلوه كم شهر مش هيك؟ انه انا ما بشوف بالتفاوض اكيد بدك تربح بمحل ما،
وبدك كمان تعطي بمحل ما كمان تتربح ما فيك. شو المطلوب برأيك قوتيا ليوافقوا على العماد ميشيل عون؟ ما عم نبحث قصة رئاسة بس يعني في أنا برأيي إشي كتير أهم، مش عم بمزح، مش عم بحكي لانغ دوبوا بالفعل. نعم. في إشي كتير أساسية وأنا بأكد لك إنه العماد عون حكي بالأساس وقال نحن ما شلنا الموضوع الرئاسي على جنب، يعني كان واضح وعم نعمل إشياء تنأسس للمستقبل مع اساسا تنشيل الفتيل التفجير يعني تفجير سياسي يعني تشنج وبامور معينه نحن متفقين مع القوات في كثير امور متفقين معها بكثير امور. طيب ليش ما بنأسسها وبنكتبها؟ هيك كان بدايه يعني، وبعدين نبحث بقصة الرئاسه بامور كثير. هلا شو صار؟ انا ما بنعي الموضوع اطلاقا، انا بقول بعدم كفايه القضيه ويمكن اثنينهم بانتظار شيء ما سيحدث بالإقليم أو بريته أو بالدولة. يعني أنا ما نشيل حالنا من الموضوع الإقليمي اللي عم بيصير. نحن المسيحيين إذا بدنا نكون بالفعل منمثل شرائح المسيحية، بما أنه أنا نائب ماروني بس أنا نائب الأمة بس بمجبور كمان اهتم بهالشريحة، والقوات نفس الشيء والكتائب نفس الشيء، يعني كل هالمجموعات همنا همنا انه حفاظ على شعبنا، يعني هيدا هم اساسي. طيب هذا الهم ما في، ما بيصير بالزكزكات السياسيه، بدك تحطه بشيء جدي، وهذا الشيء اللي عم نجرب نعمله نحن مع القوات، واكيد رح نفتح لغيرنا، وهذا اللي هيك شايف انا. وبرايي انا في بالاخر ضمير، يعني بالاخر التاريخ سيحاسب، هذا رايي. سيحاسب مين؟ الكل. يعني اليوم حضرتك قلت قبل شوي انه العماد عون همه الانقاذ اكثر ما همه انتخابات رئاسه الجمهوريه، اكثر انه يوصل لرئاسه الجمهوريه. هل هذا الحرص ممكن يحمله على قبول مرشح اخر؟ ما فيني جاوب، بس يعني مرشح اخر اللي عم بيفرجونا اياه انه توافقي. وانا وياك بنعرف انه في اسماء عم تتداول، مزبوط؟ طيب اجى هالتوافق يلي هو كتير، يعني نحن ما عنا اي اشكالية على الاشخاص، بس التوافق اللي بده يجي بده يحكم بظل تناحرات طويلة عريضة، وبده يحكم ما يكون عنده هالتوافق اللي حيقبلوا فيه. ماني شايفه انا وين رح يكون عنده هالكتلة العظيمة وهالناس اللي دعمته. انه جرب الرئيس سليمان، كان توافق الرئيس سليمان اكتر واحد توافق بالجمهورية اللبنانية كلها من تاريخ العصور هو الرئيس سليمان، كان يعني ظهر كتوافق. طيب بالاخر ما مش الحال يعني، وما قدر يعمل نقل نوعية على القليل مثلا بقانون الانتخاب، جرب يمكن بس ما قدر. دكتور لا مركزية إدارية ما قدر. دكتور الرئيس حريري عنده كتلة مش كبيرة، كتلة من 40. اوكي طيب شو قدر عمل؟ ده عم قلك في توازنات، لأنه مش توافقي كبيرة. دكتور ايه يعني كيف يعني عم تحكي على رئيس الحكومة؟ وطائجة؟ لا ما قدر أعمل شيء. ليه؟ لأنه في لعبة ديمقراطية، لأنه ما بيكفي أنه يكون عندك كتلة كبيرة. موافق معك بس هي بتأثر. خليني أسألك سؤال، مين عنده صلاحيات أكثر، رئاسة الحكومة أم رئاسة جمهورية؟ حكومة ولو. جيد، مين عنده عدد نواب أكثر، رئيس الحريري ولا الجنرال ميشيل عون؟ حريري. طيب لماذا إذن؟ شو اللي بيغيره لكن إذا وصل؟ طالما صلاحيات أقل برئاسة الجمهورية، وطالما عدد الكتلة النيابية اللي حضرتك عم بتقول يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية منا بحجم كتلة الرئيس الحريري، فشو بيقدر يعني؟ أنت برأيك مين أنتج الحكومة السابقة؟ هيدي الحكومة الحالية، اتفاق تكتلنا. نعم. شو يعني اتفاق؟ والحلفاء شو يعني اتفاق؟ مع الرئيس حريري. جيد جدا. يعني توافق، يعني اللي عم قلك إيه؟ اكيد توافق. جيب رئيس توافقي مش توافق، رئيس قوي. بس توافق بس على القليل يكون عنده شيء. شو توافق يعني؟ بنجيب حيلا حدا ما خصه بالجو السياسي. ما انا بقول لك كيف عم تشتغل الامور، ما فيك تجيب شخص وتحطه وهو يدير اللعبه وما يكون عنده اي صلاحيه جوا. نحن ما تاخذني يعني معلش، وزير من وزرائنا نحن اذا حكي بجلسه مجلس نواب بمجلس وزراء بيعرفوا انه في وراء تكتل طويل عريض من 27 نايب ما عدا الحلفاء، انه ما فيهم يعني. بس كان رئيس الحريري بصلاحيات اكثر ومجموعه نيابيه
اكبر وتكاد تكون ضعف. ما خص هيك، ما خص خلص، هو هيدا عم نحكي. بيقدر يعمل شيء، بلا بيقدر يعمل شيء. كيف ما بيقدر يعمل شيء؟ كيف ما بيقدر يعمل شيء؟ مين بده يقدر مثلا بوضع معين يزعل الرئيس الحريري باشياء معينه بجوات الحكم؟ ما في، لانه عنده كتله 40 شخص، يعني منه شخص حق. بالعكس اذا واحد ما عنده ولا كتله او ما عنده نواب او ما عنده وزراء، يعني ما فيش يعمل شيء بكل بساطة. خلينا نتوقف مع فاصل الآناني. حاضر. نتابع قضية الرئيس يلا. القوي يلا. كيف ممكن يفسر لنا التكتل؟ كيف يمكن لرئيس إذا أجا العماد ميشيل عون أن ينقذ رح البلد؟ كيف. رح أقول لك كيف وكيف. محطة وجيزة ونعود. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، وضيفنا الدكتور وليد خوري النائب في تكتل التغيير والاصلاح، يلي وعدنا قبل الفاصل ان يخبرنا كيف سينقذ البلد العماد ميشيل عون في حال سلم الجميع. ما عم بقول ينقذ البلد، بس على القليل بيصير في حكم رشيد، وبصير في حكم مثل ما بنشوفه نحن. شو يعني حكم رشيد؟ يعني اول شيء بسموه good governance بالانجليزي، يعني على القليله بتعرف كل وزاره شو شغلها، وبصير في انتظام بال بال بالنظام العام جوات الوزارات، مثل الانتظام العام بالتيار الوطني الحر 10 سنين بعد ما صار في انتخابات. رح يصير في بحزيران. خلي حدا تاني يفرجينا انتخابات وتنضرب له سلام ونقول له برافو. حكم رشيد بطريقه توزيع السلطات خطيره جدا. نحن بادئين بمرحله بتوزيع السلطات. ما تشوف القشور، لا عم شوف الشكل، شوف الموضوع. لا نحن عندنا وزراء، معلش يعني مع كل احترامنا للوزراء الباقيين، الوحيدين يمكن اللي اشتغلوا مزبوط بوزاراتهم وقدروا يعملوا شيء، يعني كل الناس بتعرف مثلا وزارة الطاقة، وزارة الطاقة اخذوها كثير وزراء من حلفائنا، اخي ما بدي احكي عن حدا ثاني، واخذوها كثير عالم باعتراف كل الناس انه وزارة الطاقة بس استلمها جبران باسيل كانت شيء قبل ما يستلمها. شو تغير بحياة الناس فيها؟ خيم كهرباء خفت ولا زادت؟ اذا بدنا نقعد نعمل سجال كلفة لا لا انا عم 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 بوصف شيء والناس هن بيقرروا. انا وياك عم نحكي كهرباء زادت ولا نقصت، انا وياك عم نحكي الناس بيعرفوا مين عرقل الامور الاساسية اللي احنا كنا طاحشين فيها. نحن على القليل جربنا، هلا وقفت بمحلات معينة. النفط يا خيي، نسي قصة الكهرباء، نسي قصة كل شيء. النفط والغاز، مش كل لبناني على وش لبنان بده اياهم يصيروا. طيب مين عرقل؟ مين عرقل المرسومين يلي صار لنا سنة ونص عم نترجى الحكومة تتمشيهم؟ مين عرقل؟ أكيد مش نحن. دكتور جبنا 40 شركة أجنبية تتجي تبحث بلبنان. السياسة فن الممكن. عظيم. شو قدرتوا عملتوا؟ كيف أنعتوا الأطراف الآخرين؟ يلي عم نقوله أنه نحن، إذا بتخليني بس نرجع على السؤال الأساسي. نعم. لا هيدي فكرة مهمة. أنت قلت الحكم الرشيد. عم بعطيك إياها. يعني هل الحكم الرشيد أنه تتوزع مواقع السلطة والمال على الأقارب والأنسباء؟ أكيد لا. بس أكيد هذا هيك بده يعمل بالحكم الرئيس الجمهوري بس يجي؟ عم تفضل تحكيها. نعم. يعني هودي قشور يعني إعلامية. نعم. عم بتصير بشكل يا ريت بالفعل يا ريت حدا بيظهر شيء مستند واحد شيء شغلة شيء بالشكل. يعني لا مش بشت... ما فيك بدك نعدد شو كل واحد مستلم شو هيك اشياء. ما فيك تحكي وشو صلاتهم النسبية مع الجنرال. احنا عم نحكي بحضرتك انت حكم رشيد. انا عم بحكي حكم رشيد. حكم رشيد هل يقوم على الاقارب؟ استاذ انطوان حصرا. استاذ انطوان ما بيهمني الاقارب، انا بيهمني الناس اللي بيمثلوا هالفكر السياسي. اقارب مش اقارب ما حدا له حق يعير. يلي له حق يعير هو المجلس النيابي وبيقرر ساعتها اذا بيقيل هالوزير او بيشيله او بيعمل او هالوزير سرق او ما سرق. بس هيك نزت اعلام. طيب مش بس بالوزارات، ما تاخذني بمواقع التيار، بكل شيء يا اخي، بكل شيء انا موافق معك، بالوسائل والاجهزه والشركات. شو عم بصير يعني؟ ليك انت برايك الناس اللي عم يتفرجوا على هالشيء اللي عم تتفضلوا تحكيه اذا كان مزبوط، ما مصلحتهم يظهروا شيء على الاعلام ويقولوا انه فلان الفلاني يا خي سرق نهب عمل شيء غلط، يحطوها ويبين ساعتها الحق من الباطل. ساعتها انا بقول لك والله انا يمكن غلطان كنت. بغض النظر عن الاداء ما فينا نكب اتهامات بدون اي سبب. مثلا انه هذه اتهامات سياسيه واضحه. لا انه اتهام سياسي انه صهر مستلم كذا وصهر مستلم كذا وصهر مستلم كذا.
ليك هذا اتهام سياسي ولا بس سؤال واقع امر واقع؟ لا منه واقع. مين مستلم الاو تي في؟ شو خاصه او تي في؟ طلعت من رحم التيار الوطني الحر. جيد. ب 7500 مساهم. جيد. مين بده نحطوا حدا؟ مين حطوا سور جنرال؟ اوكي طيب. وين المشكل؟ وين المشكل يعني؟ وزير بسيل شو؟ ما بقى في بالتيار بالعشرين والثلاثين كم شخص؟ شو بدك؟ من 1500 عظيم. بس وزير بسير من المناضلين القلائل الأساسيين بالأساس من بالتيار الوطني الحر قبل ما يكون صهر جنرال يعني. هلأ مش جاي أنا دافع عن المواقع السياسية. لا عم تحكي عن الحوكمة دكتور. عم تقول الحوكمة. شو خاصة حوكمة فيها؟ ما قال عليها أبدا. الحوكمة هي إنه واحد ما يسرق ما يعمل، يخطط للبعيد، يقرر شو بدها تصير البلد ويهتم بالناس. السؤال يعني عندما سيصبح رئيس جمهورية وما يغلط بس ياخذ قرارات، هاي الحكومة السياسية ما لها علاقة. عندما يصبح رئيس جمهورية مين ما كان يكون، إذا صهري أو ابني أو هي ذاته، إنه راح يتم توزيع المواقع والوزارات والقيادات ورئاسات الأجهزة بذات الطريقة. كأنك أنت بعيد عن لبنان. نحن هون محكومين بقرارات مجلس النيابة، إذا بدك تحط وزراء مش مزبوط، إذا بدك تحط مدير عام بدك تكون عندك تلتين مجلس الوزراء يصوت، وكله مش معنا مش طيار يعني. أنا عم أقول لك إذا وصل الرئيس ميشيل عون على سدة الرئاسة، مش هذا الموضوع الأساسي اللي حكينا فيه، نسيلي كل القصص التانية اللي بتشوفها بالإعلام اللي بتضيع الناس والمشاهدين. يعني هذه الامور برجع بقول انا مشان المشاهدين مش حدا تاني، انه ما فيك تزت مش حضرتك يعني، ما فيهم يزتوا اتهامات بالاعلام بدون اسس. انا اول واحد، انا وليد خوري اول واحد بدي اعرف مزبوط اذا هالاشياء الاكاذيب اللي عم بتصير هي مزبوطة او لا باتهام قضائي. نحن عده مرات عملنا دعاوى ضد يعني عماد عون تحديدا، عمل دعاوى على عده ناس اعتبروا انه في مثل الاشياء اللي عم تفضل فيها وربحها. يعني القضاء بعد 10 سنين بس مشكلتك انه بس واحد يزت اتهام الناس تسمع هالاتهام وبتعتبره انه هذا الصح، وبعد 10 سنين بيطلع الحكم القضائي انه هذا كان غلط. طب خلص نسيوا الناس. فاذا نحن بمنحة غلط اساسا. اللي عم بقول لك اياه انه اذا نحن وصلنا على الرئاسه، تنرجع على حديثنا، وصلنا على الرئاسة، أكيد هذه الرئاسة ما راح تكون إنه وصل الجنرال عون بقوته وحده، لا بده يكون في معه حلفاء، بده يكون في معه توافق عام سني شيعي مسيحي أكيد تيوصل. متى وصل؟ مثل ما عم بيصير معنا اتصالات مع القوات اللبنانية، مثل ما صار هلأ مع التيار المستقبل، مثل ما نعمل قبل مع إخواننا الشيعة. هالأمور هيدي كلها بتخول هالشخص هذا يلي هو بعمره يعني كمان صار عنده حكمة وعنده خبير بالسياسة، صار وبتعاطي مع العالم، بيعتبر انه بيقدر يكون المنظم اذا بدك للدولة اللبنانية بهيك حالة. لانه كمان بنرجع على قصة رئيس الجمهورية، ما عندها القوة الفعلية اللي هي فيها تفرض اذا بدك، ما بتمشي الا باتفاق بمجلس وزراء، ومجلس وزراء راح يكون محكوم من عدة اطراف. هل عدة اطراف نحن بنعتبر او بننشد انه يكون عندنا العلاقة الكتير منيحة معهم مثل ما هلا عم نجرب نعمل تنوصل تنريح اللبناني، الاقتصاد اللبناني، عندك الشعب اللبناني تيرتاح. عندك دكتور برأيك اقتناع انه الجنرال عون يتمتع بالمرونة الكافية لهكذا منصب؟ يلي ما بيعرفوا بيجهلوا، مش انا عم بقولها، اقسامه. طيب أقسامه طيب. عم بقلك سنة ونص عطل تعيين رئيس مجلس قضاء أعلى. أبدا مش هو، مين عطله؟ هو ورئيس سليمان. هو الرئيس سليمان كان في مشكلة هو ورئيس سليمان. وبحب أقول لك أنا الشخص الفن اللي هو الممكن مش أنك تتفق مع الرئيس سليمان أنه أنت موجود قادر توقف وأنا موجود وحياتك. هيدي اسمح لي أنا أكتر واحد فيني أحكي، لأنه أنا بعرف الرئيس سليمان كتير منيح وبعرف الرئيس عون كتير منيح. وبأكد لك أنا لو كان بالأساس الأول اجتماع اللي صار ببعبدة من بعد ما رحنا كل الكتلة طبعنا طلعت لفوق، وقال له وقتها الرئيس قدامنا يعني، قال له الرئيس ميشيل عون، قال له الرئيس سليمان هيدي بتعتبرها كتلتك ونحن حاضرين لكل شيء بده. بس ما صار في تنسيق بالأساس، مش منا، برجع بقول لك مش منا، صدقني مش منا. هلا هو الرئيس سليمان بيعرف يحكي يعني أكثر مني بكتير أمور، بكتير أمور. برأيك إنه اليوم في شيء محل، هلا حكيتني من شوية عن مراسيم النفط يلي معلقة، وانتخابات رئاسية شاغرة، ملفات قانون انتخاب
لا مركزية إدارية، استعادة الجنسية، في كتير إشياء. أين تمكن، أين تجلت مرونة العماد ميشيل عون بتمكنه من إقناع الآخرين بالسير بأي مشروع من المشاريع التي حمل لواءها ولم يتمكن من تنفيذها؟ فيهم كلهم ولا واحدة؟ أنا عم أقول لك مش قصة مرونة، المرونة انك تحقق شيء، المرونة انك اول شيء تحكي مع خصمك اساسا. ما تنسى انت انه نحن كنا اكبر خصم لنا كان تيار المستقبل، صحيح؟ وكل هالامور هيدي بتنجلي بمجلس النيابة، واضح انه عندك 40 نائب ضدك، شو ما عملت؟ لو شو ما عملت ما هيك؟ مرونة ما بتقتضي انك لا تعرف. عم بقول لك هيدي كانت القصة قبل. جربنا نشوف ليش هالشيء عم بصير هيك، وبالاخر صار في تواصل وبقيوا على مدة معينة يجتمعوا، بالاخر شافوا انه لا مش هالقد مثل ما عم بيحكوا. يعني عماد عون ما بفزع وفينا نتعاون معه ونحط ايدنا بايده، وما تعملنا التعاون لا اثبتنا انه بنعمل شيء، عملنا حكومه. حب اقول لك هلا، وهلا يلي مشى الحكومه هلا بالوضع الحالي كمان بعد ان احنا قلنا كان كثير دور ترجع تمشي على السكه، ونحن عم نجرب قد ما فينا نسهل الامور، لانه بالاخر نحن ممثلين عن شعب وعن ناس حطوا ثقتهم فينا، وبعد نعتبر انه مضطرين نحن شو ما كان حتى نشيل من اذا بدك قناعاتنا بمحلات معينه تنقدر نمشي امور الناس، وهيدي عم نجرب نعملها. هلا بتقلي ما قدرتوا تعملوا؟ مزبوط ما قدرنا نعمل، لانه في كتير امور. بحب اقول لك انه في مثلا امبارح بالمجلس النيابي قانون صار له 14 سنه بعد ما طلع، يعني مش واحدة نحن المشكلة في بس. خليني اختم على السريع بفقرة أسرار اليوم. التيار الوطني الحر من صحيفة السفير تبين أو لوحظ أنهما لم يسقطا حتى الآن الدعاوى القضائية المتبادلة. مش على علمي، لأنه احنا علمنا أنه هذه أسقطوها أول بأول اجتماع، تاني اجتماع أنه أسقطت. هلأ رسميا جديا هل يا ترى هذه شيء بده شيء يعني قانوني؟ ما بعرف عملي، ما عندي فكرة، بس أنا بأكد لك أنه يعني بس نقولها بالتكتل يعني معناتها صارت. وعقولي مش بس نحن قلنا، لا لويت كمان. دكتور وليد الخوري النائب في تكتل التغيير والإصلاح، بدنا بعد حديث أكثر، بدنا شي ساعة بعد. بشكرك جدا على هذه الحلقة. شكرا. الشيقة. شكرا. وعلى أمل نشوفك قريبا. مشاهدي أم تي في، الشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا أم تي في لبنان نيوز على تويتر، فيسبوك، وأم تي في.com.lb. إلى اللقاء.